أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري ونستهله بالعناوين. جدل حول قضية طبيب يمارس المهنة خلافا للصياغة القانونية بالمتلوي، يطرح مجددا إشكالية نقص أطباء الاختصاص بالجهات الداخلية. مع عودة التونسيين بالخارج، طرح لمشاغل الجالية بالمهجر وبحث في آليات تحفيزهم على الإسهام في الاقتصاد المحلي. وإيقاعات صوفية وأناشيد وموشحات من التراث تضفي أجواء روحانية على سهرة افتتاح الدورة 46 لمهرجان المنستير الدولي. دخل الطبيب الذي أثيرت في حقه قضية عدلية من قبل وزارة الصحة بسبب مباشرته العمل بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان، دخل في إضراب جوع. المصالح الجهوية للصحة أكدت أن ممارسته للعمل غير قانونية، ويتم تقديم شكاية في حقه لتتبعه قضائيا. قضية مباشرة طبيب للعمل منذ سنة 11 و2000 بالمستشفى الجهوي بالمتلوي دون حصوله على شهادة الدكتوراه وتسجيله بعمادة الأطباء أثارت ردود فعل مختلفة. قريت دراسات طبية من 2003-2010 5 ans théorique avec 2 ans pratique فهمتني 7 سنين نجاحهم avec mention bien. من 2011 حضرت كونكور نتاع الاختصاص ما سهلش ربي يا اخي. انا قاعد نعاود باش نحضر كونكور الاختصاص، صارت احداث حوض المنجمي وصارت العروشيه واغلبيه الطب ما حبتش تخدم لسبب او لاخر، ثم شكون جاب سيرتيفيكات دو مالادي. الاداره الجهويه ما لقيت حتى حل للقسم الاستعجالي، كلموني قالوا لي الارجونس فارغه. انا جيت لبيت نداء الواجب، دمت بضمير صحيح تاخرت شوي في السيتونس دو لا تيز. عندي لونكادر نتاعي دكتور وليد السماوي استاذ مساعد قسم مجاري بوليه بس فاقس، قاعد نقوم بالمرحله التيز مع بعضنا ان شاء الله، وان شاء الله نكملوها اخر الشهر هذا، والسيتونس ان شاء الله بروغرامي في سبتمبر. قاع معناها الالتجاء ليه معناها في فتره معينه وفتره حساسه معناها وقت اللي بعد الثوره وبعد الاحداث اللي الطب كله ما عصفت وهربت ما نجمش تخدم في الوضع هذاك، تم الالتجاء ليه معناها الدكتور صلاح ولبى الواجب اللي يخدم 28 جارد على بعضهم، فهمتني معناها ليله بعد ليله على خاطر ما فماش طب، الطب كله هربت. صحيح ثم خرق قانون، اما القانون هذا معناها مش مراعي، القانون هذا اللي هو مخروق مش مواظي معناها الوضعيه اللي قاعد يشفى معناها قسم الاستعجال المستشفى المتلوي. اربع طب من خمسه معناها ثلاثه بصفاقس وثلاثه بالواحد، ويسكنوا غادي بعيالاتهم واحد وكذا. المصالح الجهويه للصحه اكدت ان مراسلات عده وجهت للمستشفى الجهوي بالمتلوي منذ سنة 14 و2000 لإيقاف نشاط الطبيب لعدم قانونية مزاولته للمهنة. باش يمارس لابد زوز يكون حامل شهادة الدكتوراه في الطب ويكون مرسم بعمادة الأطباء. الشخص المعني بالأمر ماهوش في حالتي نظام ما يستجيبش لحالتي نظام الزوز. تم منعه في عديد المذكرات أنه ممارسة أي نشاط. كيفاش دخل للسبيطار وكيفاش يمارس فرشة هذا؟ هذا موضوع ثاني، القضاء باش يبت في الناس اللي تواطت معاه والكل. ويذكر أن القضية تنظر فيها المحكمة الابتدائية بقفصة إثر تقدم مصالح وزارة الصحة بشكاية في حق هذا الطبيب بحكم ممارسته لمهنة الطب على خلاف السياق القانونية. تقرر إلغاء إضراب عملة المؤسسات العاملة في قطاعات النسيج وصناعة الأحذية وصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الذي كان مبرمجا ليومي 19 و20 من جويلية الجاري. وجاء قرار إلغاء هذا الإضراب بعد إمضاء الملحقين التعديليين عدد 15 لكل من الاتفاقية المشتركة للنسيج والاتفاقية المشتركة للملابس المنسوجة والجاهزة صباح اليوم وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتم الإمضاء على هذه الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعن الجامعة العامة للنسيج وعدد من إطارات الوزارة، وذلك أثر انعقاد اللجنة المركزية للتصالح. في موضوع آخر، تخاذل بعض الأطراف المسؤولة وراء تكرار الحرائق بالقيروان، هذا ما خلص إليه الاجتماع الذي انتظم بالجهة للنظر في الأسباب وفي سبل التوقي من الحرائق التي تندلع خاصة بجبال الوسلاتية. أسبوعين على الأقل مر على نشوب أول حريق بجبال الوسلاتية، لكن ما إن تم إخماده حتى نشبت حرائق أخرى في أماكن مختلفة كمعتمدية عين جلولة
ولا زالت الحوادث تتكرر مخلفة أضرار مادية لبعض السكان الذين يطالبون بالحصول على تعويضات. جيت نلقى دي كل شيء على بدت من الفاصل ما بين الحد ما بين برقو وما بين الوسلاتية الحد بضبط والنار جت لهمت. كنقول لك هذا الكل كليته شوفوا زريبة. عندي ولد عمي من هنا مسكين ضرورة كبيرة. الأضرار تبن وقرد وعنده بطيمة تحرقت له يوم ما يتوصفش بصراحة. إنسانة هربت بكبار بصغار اللي عنده ميكانيك كهربية اللي عنده معناها كارثة كارثة. حادثة تكرار الحرائق أثارت جدلا واسعا وكانت محور جلسة عمل بمعتمدية الوسلاتية لتحديد الأسباب وطرق العلاج. وإلى جانب ضعف الإمكانات في التصدي للحرائق فإن اللقاء كشف عن تراخي بعض الأطراف في التعامل مع الملف. ثم جزء أسباب طبيعية ثم أسباب بشرية. بالنسبة للأسباب الطبيعية معالجتها تصير في التدخل السريع باش يكون الضرر أخف ما يمكن. بالنسبة للأسباب البشرية هذه قاعدين ساعين في معرفة الأشخاص هذوما اللي قايمين بأفعال غير مسؤولة واختيرة برش على بلادنا. هذا وقد غادرت المسؤولة عن دائرة الغابات ومسؤول الحماية المدنية الجلسة دون مدن بمعطيات دقيقة عن المساحات المتضررة وآليات التدخل والتوقي وإن كان هناك تحقيق لمعرفة من يقف وراء الظاهرة الخطيرة. الأمن الغذائي والمائي العربي محور مؤتمر انعقد بولاية باجة وحضره عدد من المختصين من بعض الدول العربية ويهدف إلى تحليل واقع الأمن الغذائي والمائي للنظر في الرهانات المطروحة. في يومه الثاني تطرق هذا المؤتمر إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بتحلية المياه والموائد المائية السطحية وأهمية الثروة السمكية والحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي. الهدف من هذا المؤتمر هو أن يتيح الفرصة للحاضرين تبادل الآراء وتبادل التجارب بخصوص الأوضاع الغذائية والمائية في تونس وفي الدول العربية. ويشهد هذا المؤتمر مشاركة باحثين من تونس والجزائر وليبيا ومصر وسوريا والأردن للتباحث في السبل الكفيلة بإحكام التصرف في الموارد المائية ووضع خطط مشتركة لمعالجة خطر ندرة المياه في البلدان العربية خاصة مع ما تشكوه الثروة المائية من استنزاف زاد في تأثيراته العوامل المناخية. فنحن يعني متأكدون أن هناك شحة في المياه العربية وأن الوطن العربي يقع في يعني مناطق قاحلة قليلة المطر. هناك من يدعو من مدرسة لندن للاقتصاد إلى أن احنا نستورد المحاصيل والمواد الغذائية الشرهة للمياه ونصدر المحاصيل قليلة المقننات المائية وقليلة الاستهلاك المائي ومن ثم يمكن استخدام يعني المياه كسلعة تنقل عبر الحدود من خلال التجارة الدولية. أهمية البحث العلمي في التقليل من حدة نقص المياه وتحقيق الأمن الغذائي شكلت كذلك أبرز القضايا التي تطرق إليها المشاركون في هذا المؤتمر. الفائدة مش كان تعمل نقل التكنولوجيا والنقل نتائج البحث لكن يجب كذلك نسعى لتقييم تأثير البحث ذاك ولا التكنولوجيا على المردودية وعلى الديمومة متاع وتأقلم نظم الإنتاج معنا بتونس ولا في دول أخرى مع التغيرات المناخية. ويأمل المشاركون في هذا المؤتمر في صياغة حلول تسهم في التصدي لخطر ندرة المياه وفي تحسين الأمن الغذائي بالبلدان العربية في ظل التغيرات المناخية بالمنطقة. نبهت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من وجود كميات من القفالة الحية غير المراقبة صحيا والمعروضة حاليا للبيع بالأسواق وعللت الوزارة في بلاغها مسألة عدم خضوع الكميات المروجة الآن إلى المراقبة الصحية بأن موسم صيد القفالة 16 و 2017 و 2000 قد أغلق منذ 14 من مايو المنقضي وأن مراكز تنقية وإرسال القوقعيات قد توقفت عن النشاط منذ التاريخ المذكورة. وحذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من اقتناء القفالة الحية المروجة خلال الفترة الصيفية الحالية باعتبارها لا تستجيب إلى ضمانات السلامة والشروط الصحية المستوجبة وبالتالي تشكل خطرا على صحة المستهلك.
تستغل معظم العائلات التونسية المقيمة بالخارج عطلتها السنوية في تونس لقضائها بين الأهل والأقارب والاستمتاع بشواطئها الجميلة. كاميرا الأخبار رصدت لكم أجواء إقامة بعض العائلات المهاجرة في الجنوب التونسي في النقل التالي. سانا وعائلتها يعودون من المهجر إلى بلدهم تطاوين بعد 3 سنوات لقضاء عطلة الصيف مع أفراد العائلة وتخصيصها للاصطياف وسياحة وزيارة الأهل والأقارب، وها هي اليوم تستمتع بالجلوس مع عائلتها على شواطئ جرجيس. نحدد برنامجا مسبقا لقضاء العطلة في تونس، نتوجه لزيارة الأهل في الشمال، ونذهب أيضا إلى جزيرة جربة ومدينة جرجيس. أنا من أصيل بير عمار، لذلك نستمتع بصحرائها وجبالها، والأكيد لا طعم للعطلة دون الذهاب إلى الشواطئ وتنشق هواء البحر. أنا فعلا أحب بلادي. كل يوم نخرج ونجو للمارينا ومن بعد نمشو للبحر ونرجعو، ديما نخرجو بصراحة، وجرجيس فيها جو. عائلات بالمئات من الجالية بالخارج من معتمدية جرجيس يحاولون استغلال أكثر ما يمكن من الوقت للترفيه والاستمتاع بجمال بلدهم، فكيفية قضاء هذه العطلة وتخصيص الميزانية لها تكون قبل عودتهم إلى أرض الوطن. العطلة نعدها فهمني، ولا شوية بحر، شوية عروسات، شوية نفرحوا الصغيرات. أما غادي كي كل شيء يبدأ واضح من رجل، شنو لازمهم بحر وشنو لازمهم عروسات وحواسات وكل شيء مبرمجينا. صباح أنا نفطر مع بعضنا، كنا نزل ديا نمشوا البحر، معناتها نمشوا السواحل ولا نمشوا صاغ البحر أو الجيسي ولا الوتيل. كل يوم بحر عرس، واليوم فان ستاني مهناش حرس. كاو بحر قهوة سيتو. لا نضع برنامجا محددا، نستيقظ صباحا لاحتساء القهوة قبالة البحر، وبعد الظهر نتنزه على الشاطئ، ونترك المساء لمرافقة الأطفال للتنزه في أرجاء المدينة. عطلة الصيف هي متنفس بالنسبة للجالية بالخارج من التونسيين، فهي تكون بمثابة شحنة معنوية تساعدهم على مواجهة الغربة في بلد المهجر. لقاء سنوي مع أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج يحمل في طياته أبعادا اجتماعية واقتصادية للنهوض بدور الجالية في دعم الاقتصاد الجهوي. كان ذلك الهدف الأبرز من تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بقفصة. الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي جهة قفصة شكلت مناسبة متجددة لاستعراض أهم الحوافز والتشجيعات لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج من أجل بعث المشاريع وأيضا التسهيلات الجمركية في إطار العودة النهائية. كما تم خلال هذه الندوة عرض بعض مشاغل الباعثين أو الراغبين في بعث مشاريع مستقبلا. أنت تونسينا بالخارج كيف يجيو في فترة وجيزة، حبينا نعطوهم المعلومات، معناها المعلومة جاهزة. ندينا معناها الرئيس مكتب البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي جمع الهياكل الكل وحكي على الهياكل المساندة بصفة عامة. وضحنا للأخوة العاملة التونسيين بالخارج شمولية التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج، معناتها معناتها ثم اتفاقيات مشتركة في مادة الضمان الاجتماعي تخلي التونسيين اللي يعملوا في الخارج عندهم التغطية الصحية وعندهم التقاعد وكل الخدمات الصحية. نظم التقاعد بالنسبة للموظفين العاملين بالخارج، الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين صناديق الاجتماعية التونسية والأجنبية أثارت تساؤلات الحاضرين من أبناء قفصة المقيمين بالمهجر. النيو خاين هولندا من 3 مارس 1974، يعني مقيم فهم الأولاد كلها ولدوا في هولندا، وفي 86 المرأة روحت هي والأولاد لهنا يستنوا فيها في اللاغريمون باش نروح بك المشروع، ولهذا ما سوء الحظ ما وقعش فك. لا أنا ناوي نكمل في البروجي، أنا مش نتحبس على البروجي، هي حبس التو، أما أنا في القانوني يلزمني نحبسها، ما نحبسهاش تولي أنا يزمني نحل مشكلتي، يعني إن شاء الله نرجع نخدم، كي ما نقدش نرجع نخدم والبروجي تسقط هي نشوف حل آخر ولا نتصرف حاجة أخرى. الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي جهة قفصة تم خلالها تكريم المتفوقين من أبناء التونسيين المقيمين بالمهجر والتعريف بالبرنامج الجهوي لتدريس اللغة العربية لفائدتهم بعدد من المؤسسات التربوية.
ضمن أخبارنا الثقافية وبعرض يمازير حل البيبان، افتتحت الدورة 45 لمهرجان المنسير الدولي، مهرجان يقدم لجمهوره هذه السنة عروضا متنوعة تجمع بين الطرب والمسرح والفرجة. أضواء أنارت رباط المنستير وإيقاعات صوفية وأناشيد أضفت أجواء روحانية على المكان. يا مزري حل البيبان عرض افتتحت به الدورة 46 لمهرجان المنستير الدولي. مجموعة كبيرة من الألحان هي ألحان خاصة بالفرقة، ماهيش ترديد لأعمال أخرى. بطبيعة الحال مع وجود بعض الأغاني أو بعض الموشحات اللي موجودة في التراث. اختتمنا ليالي الأوبرا في القاهرة وإن شاء الله افتتحنا مهرجان المستير الدولي، هذا هي الحاجة اللي تفرحنا وتشرفنا. عشرون عرضاً تؤثث سهرات المهرجان حاول منظموها تلبية مختلف الأذواق في ظل دعم مادي متواضعاً. الهدف هو أنه نرضي أغلب الناس ونخلق حركية وديناميكية ثقافية واجتماعية، والمهرجان يكون وسيلة لتنشيط المدينة والجهة بصفة عامة. في القطاع قاعدين نسعوا باش نشجعوا الشركات الكبيرة وخاصة الشركات الوطنية أنها دعم المهرجانات، حتى بالمهرجانات يعني بصير حركية ثقافية. في كل مهرجان، من مهرجان كرتاج، مهرجان مستير، كل جل المهرجانات الكل دعمناهم من نجم ونعملوا كشركة وطنية. حممنا باش نقربوا للثقافة ودعمنا سنة 11 مهرجان ثقافي ومنهم مهرجان المستير، وإحنا فرحانين اليوم تواجدنا اليوم لافتتاح المهرجان هذا. الهدف من هذا هو تعريف الخدمات البريدية، زاد المؤسسة كمؤسسة وطنية اليوم دعم للثقافة مهم. يا مزري حل البيبان عرض أمنه موسيقيون ومنشدون من أبناء الجهة تفاعل معه الحاضرون. تحفونا على الأخر مزيان، ما احنا خاطر عنا الصغار مروحين وكاو. معنا ديجا أجانب قادوا منبهرين بالإنسترومون متنوعين وكل، سيختو البندير كيفاش يدور. فن الصوفي ومع لا احنا نحبوه سليمية المستير كما يا مزري حل البيبان، تحس فما تفاعل معناها مع الجمهور. سهرة أولى لاقت الاستحسان لمهرجان يأمل مريده أن يسترجع إشعاعه الدولي وحظوته الثقافية بمزيد من العروض الدولية. عقدت هيئة مهرجان العبادلة الدولي بصفيتلة من ولاية القصرين ندوة صحفية مرفوقة بندوة فكرية للتعريف بالدورة 37 للمهرجان الذي ينطلق في العشرين من الشهر الجاري ليتواصل إلى غاية 10 من أوت المقبل. معالم أثرية تروي تفاصيلها تاريخ بلاد بها التقت الحضارات وامتزجت الثقافات، معالم تحاكي تاريخ مدينة العبادلة صفيتلة. هذه المدينة التي يعمل أهلها على تسليط الضوء على عالمها الثقافي المتميز من خلال ندوة فكرية تحت عنوان دور الإعلام الجهوية في دعم المشهد الثقافي بولاية القصرين. الإعلام الجهوي خاصة في هذه الجهات دوره أساسي في أنه ينقل صورة المشهد الثقافي المتنوع، في أنه يغير الصورة النمطية لهذه الجهات. كما تعرفوا أنه الفترة الأخيرة يعني يركز الإعلام على الجهة كجهة معناها ينشط فيها الإرهاب، وبالتالي يعني هذه فرصة باش يركز على المهرجانات الثقافية، يركز على الأنشطة الثقافية والأنشطة السياحية. ندوة تأتي في إطار افتتاح فعاليات مهرجان العبادلة الدولي في دورته 37، مهرجان ستتنوع فقراته بحسب الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة المهرجان. هذه الدورة التي نقدمها ببرمجة متوازنة جدا في ظل الوضع المالي للجمعية، ناهيك أنه ثلث ميزانية هذه السنة هو عجز مالي من السنة الماضية لعدم التزام عديد المستشارين والعديد الممولين بالتزاماتهم تجاه الدورة الفارطة. عرض الاختتام إن شاء الله باش يكون العرض الكبير السنة مهرجان العبادلة الدولي بحضور الفنان صابر الرباعي. حاولنا زادة أن تكون أماكن العروض متنوعة، خرجنا شوية من المسرح الأثري في اتجاه دار الثقافة، في زادة مشينا المعتمديات أخرين ومشينا البلايس أخرين ومناطق ريفية، خاصة ركزنا سنة على المناطق الريفية باش يكون عنا عرض إن شاء الله في الحمار. ويهدف المهرجان أساسا إلى النهوض بالمشهد الثقافي بالجهة وإحياء تراثها والتعريف بمخزونها الأثرية.
حفل الافتتاح للدورة 30 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس كان بلوحات موسيقية في قلب شوارع المدينة، وذلك إيمانا بشعار الدورة الحالي الفن يزدهر في الشارع. المحرس مدينة الألوان تحتفي بالفنون التشكيلية وبالفعل الإبداعي وبضيوفها الذين جاءوا للمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. أنا سعيد جدا بأن أكون مشارك في هذه المناسبة، فيعني هي مناسبة عظيمة أن يجتمع فنانين من جميع أنحاء العالم ليجملوا هذه المدينة الجميلة الطيبة. نحاول أن نلتقي بفنانين ذو قيمة عالية، أيضا نحاول أن نبرز إمكانياتنا من خلال التقائنا والاستفادة من الآخرين. أيضا كان لها هذا المهرجان استدرج كثير من الفنانين العرب والعالميين، وأنا من أحد رواد هذا المهرجان من 94 إلى 99 2014. كل عام تجربة جديدة، كل عام باش تنضاف لي في السي في نتاعي، وباش تنضاف لي العلاقات مع الفنانين الجدد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. هذا المهرجان الذي بلغ الدورة 30 يتخذ شعارا له الفن يزدهر في الشارع، كأنه العود على بدء. وفي الذاكرة دورة أولى للمهرجان. أولا الدورة الأولى كان شعارها الفن يزدهر في الشارع، فحبينا باش تكون الدورة هذه كذلك الفن يزدهر في الشارع، وأضفنا لها تجربة 30 سنة. حبينا زادة تكون تحمل عنوان هذا تكريما لروح مؤسس المهرجان الفنان المرحوم يوسف الرقيق. فرادة هذا المهرجان تنبع من تخصصه في الفنون التشكيلية بفلسفة مؤسسه الأول الراحل يوسف الرقيق وبإرادة المبدعين الحالمين. كل فنان عنده طريقته ونظرته للحياة ونظرته للفن ونظرته للجمال. نحاولوا باش نخدموا باش نبدلوا نظرة التوانسة للفن، نظرة التوانسة لازمها تتبدل للفن، لازمهم يعرفوا شنو هو فن، ولازمنا احنا نوصلوا لي بهم، نوصلوا لديارهم عبر شنو، عبر كيما لهنا مهرجان المحرس. تشوفوا ماش كل فنانين الحاضرين كلهم يعني باعتبار الأولا النوعية، وباعتبار كذلك يعني الخصوصية، وباعتبار أنه يعني مبدأ التزام الوزارة بدعمها لكل المبادرات أو جلها يعني في مستوى العمل الثقافي وخاصة في الجهات. مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس سيحول شوارع المدينة إلى ورشات مفتوحة للرسم والنحت، وأيضا إلى فضاءات للفن والحلم والحياة. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا: جدل حول قضية طبيب يمارس المهنة خلافا للسياق القانونية بالمتلوي يطرح مجددا إشكالية نقص أطباء الاختصاص بالجهات الداخلية. مع عودة التونسيين بالخارج طرح لمشاغل الجالية بالمهجر وبحث في آليات تحفيزهم على الإسهام في الاقتصاد المحلي. وإيقاعات صوفية وأناشيد وموشحات من التراث تضفي أجواء روحانية على سارة افتتاح الدورة 46 لمهرجان المنسير الدولي. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي.تي إن. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.